بمارس المهنة من 62. المحل هذا أخذته أنا سنة 67. طبعا هاي الساعات جديدة علينا، يعني كوارتز على البطارية. طبعا احنا تدربنا واشتغلنا فترة كبيرة عن الميكانيك، الساعات الميكانيكية اللي انها تعباين من الاوتوماتيك، بس دخل الكوارتز. طبعا انا عندي خبرة شوية في الكهرباء فبمارسها برضو بمعرفة، بقدر افحص القطعة. يعني هي شغلتنا شغل فن، زي رسم، زي كل واحد عنده ابداع، يعني ممكن انه يبدع. عرفت كيف؟ يعني بدرس التصوير، بدرس الرسم، بيختلف، يصير فكره يبدا. وانا يعني المهنه بحبها، يعني لذلك هاويها، وبحب انه ابدع فيها. يعني بنبسط اكثر ما انه انبسط للاجر، فبنبسط في انه انا بعمل شيء. بعرفه من حوالي 40 سنه تقريبا، زلمة عنده دين محترم تقي وأمين في شغله. أنا صار عمري 72 سنة بشتغل على أساس إني أشتغل، ما بنظرش لعمري بالشغل، بحب أكون دائما بنشاط، ما أقعدش، لأن إذا بطل يشتغل الواحد بحس على إنه انتهى. فأنا بحب إنه أضلني عايش وأمارس مهنتي.